بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدق الله العلي العظيم. وصلى الله على من خلقه محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بهذه الكلمات، بهذه الأصوات، بهذا الحضور، بهذا الكرم، كرم القرآن وكرم من كنا في ساحتهم، الإمامين موسى والجواد عليهم السلام.